أخ سائل أرسل سؤال بيقول إن هو كان بيشتري سيارة من بنك فيصل الإسلامي بضمان وديعة هو حاططها في البنك يعني فبيسأل على نقطة معينة كانت موجودة في العقد هي مسألة غرامة التأخير في حالة التأخر عن السداد بيقول إن الهيئة الشرعية في البنك وافقت على هذا البند بناءً أو تحت مسمى أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار مع العلم ان البنك هو اللي يقدر هذا الضرر بناء على حجم الاموال اللي تاخرت يعني فسؤال الاخ السائل هل وجود هذا الشرط في عقد البيع يعني يسبب او يمثل مخالفه شرعيه ام لا وطبعا هذه القضيه يعني الاصل فيها المنع وكان معظم المشايخ يمنعونها ويحرمونها لكن لما جرت الشكوى من بعض البنوك التي يعني هي بنوك اسلاميه وأن مثل هذا عدم وجود هذا الشرط يجعل البعض يتلاعب ويتأخر في سداد المال مما يؤدي إلى إهدار قيمته طر البعض في الرقابات الشرعية إلى أن تأخذ بهذا الرأي طبعا لسنا مع هذا الرأي طبعا إلا يعني من يقدر البنك البنك أصبح خصما لا يليق أن احنا نترك المسألة لتقدير أحد الخصمين لا يعني أنا لست مع كلام الرقابة الشرعية إن البنك يقدر لا الأولى التحاكم في هذه المسألة أن يتحاكم الطرفان البنك والعميل إلى طرف محايد يقدر الأضرار إن وجدت افترض ما لا توجد أضرار خلاص فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إنما المماطل دي قصة ثانية المماطل يثبت المماطلة هل ثبتت مماطلة الشخص أو ولي الواجد كما قال صلى الله عليه وسلم هل هو واجد يعني عنده المال ويماطل إذا ماطل ساعتها يبقى نقرر العقوبة التي يقررها الحكم إنما طلع معسر وليس عنده الأولى أن نطبق فيه شرع الله عز وجل بالإنذار وليس بالعقاب